لو كانت حكومة الإطار التنسيقي في بروج مشيدة، فإن جمهور الصدر سيقوم بإسقاطها. لا عاصمة لوزراء الفصائل المسلحة من أتباع التيار، هكذا كتب عرفات كرم وهو مسؤول ملف العراق في مقر مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني. يقول كرم إن الإطار لا يمكنه تشكيل الحكومة إلا إذا رضي الصدر عنها، لكن الصدر لن يرضى أن تشكل الفصائل المسلحة أو نور المالكي حكومة تهيمن على البلاد. يرسم الحزب الديمقراطي الكردستاني خارطة واضحة لخطة التغيير في السياسة العراقية، انطلاقا من أنه لا يمكن أن تسير الدولة بمزاج يشبه طباع نور المالكي، ولا يمكن أن تسير الدولة بسلاح خارج عن القانون يطمح أن يهيمن على المؤسسات الشرعية. كلام عرفات كرم يعني أيضا أن التفاوض المفترض بين أربيل والإطار يمثل واحدا من أصعب الحوارات المفترضة في تاريخ العملية السياسية، لأن مكونات الإطار هي التي عرقلت حوار أربيل مع الحكومة المركزية وخربت فرصا مهمة للاتفاق بين مناورات امتدت من المحتوى الشعبي لإعلام الإطار ومؤسساته الدعائية إلى البرلمان وحتى المحكمة الاتحادية. التفسيرات التي يقدمها الحزب الديمقراطي لموقع التيار الصدري هي وصف دقيق للانقسام في البلاد، إذ إنه ليس خلافا على حقائب ووزارة ونفط، بل خلاف حول فلسفة الحكم وانقسام بين أنصار الدولة والحوار على أساس الدستور وأنصار الكاتيوشا والطائرات المسيرة واللا دولة.